للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور تحسين الأصل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني من قطاع غزة. بداية وبعد تحية، كيف ترون الفرص المتاحة لتمديد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس؟ يعني حتى هناك فرص حقيقية، ربما حتى هذه اللحظة دولة الاحتلال لم تبدي موقفها من تمديد العدة والمضي في خطة الإفراج عن الرقة اليومية بنفس الآلية للأربعة أيام. الولايات المتحدة الأمريكية وهناك جهود مصرية تبذل وتتغالب أمريكية من أجل الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلية وديون التمديد الهدنه. كان اليوم رئيس وزراء دوله الاحتلال نتنياهو في قطاع غزه، وزياره لجيش الاحتلال الموجود في غزه، وواصل نتنياهو في تحديد الاستمرار في العمليه البريه، وكانه وضع شروطه وواصل التهديدات. طيب دكتور تحسين، دكتور تحسين، هل لك أن تتحرك قليلا حتى يتضح الصوت بشكل أوضح؟ سؤالي أيضا لابد، نعم، من أجل تمديد الهدنة لابد أن تمارس ضغوط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها وإجبارها على وقف العدوان على قطاع غزة، وكذلك المضي في إجراءات الإفراج عن الأسرى، كافة الأسرى، في ظل استمرار المظاهرات الإسرائيليين في ساحة تل أبيب المطالبة بالإفراج عن كافة الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة. اعتقادي لابد أن تكون هناك ضغوطات حقيقية من كل الأطراف من أجل أن تجبر نتنياهو على وقف إطلاق النار وتوقف عن مخططاته التي بها وتدمير ما تبقى من الطاقم. دكتور تحسين، إذا ما تحدثنا عن الموقف الأمريكي، إلى أي مدى تجد أن هذا الموقف الذي أصبح يدعو الآن إلى تمديد الهدنة وإلى وقف إطلاق النار، هل يمكن برأيك أن يشكل نوع من أنواع الضغوط على الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة القادمة؟ يعني حتى هذه اللحظة أمام الضغوطات التي تمارس على الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس بايدن شخصيا، هناك ربما إعلاميا تغير في الموقف للرئيس بايدن، ولكن حتى هذه اللحظة هو الحديث يدور عن تمديد الهدنة لأيام معدودة، ولم يتحدث عن وقت نهائي لإطلاق النار، وبالتالي لابد أن تزيد الضغوطات على الإدارة الأمريكية وخاصة الضغوطات الشعبية والرسمية من أجل أن يستمر الضغط الحقيقي ويمارس ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لوقف من عدوان يحدث في تهجير الشعب الفلسطيني. نعم دكتور تحسين، إذا ما تحدثنا عن الدور المصري سواء في يعني الجهود المكثفة التي بذلت من قبل مصر من أجل الوصول إلى هذه الهدنة، ومثلما تحدثت بكل التفاصيل الممكنة لكي يتم تمديد هذه الهدنة كما طالب السيد الرئيس يعني في كل المناسبات وفي كل المحافل، أنه يعني يتم تمديد هذه الهدنة وذلك يعني بشكل دائم، وأن يتم وقف إطلاق النار بشكل دائم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا يعني، وكما نتابع أن هناك دائما جهود مكثفة من قبله ومن قبل مصر تجاه عملية تسريع إنفاذ المساعدات الإنسانية، وسواء من قبل مصر وكذلك أيضا تشجيع مختلف دول العالم على إنفاذ المساعدات بشكل سريع وبشكل مستدام. تقييمك لهذا الموقف يعني المصري؟ منذ اللحظة الأولى مصر تبذل جهود كبيرة من أجل وقف إطلاق النار، وكذلك وقف كل المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى كما قلنا رسائل تهجير الشعب الفلسطيني، وكان في قطاع غزة، وكانت تصريحات الرئيس المفتاح السيسي واضحة في رفضه للتعاطي مع كل
هذه المخططات وإيجاد المدنيين الأبرياء، وكذلك السماح بحرية الحركة من خلال معبر رفح الذي أغلق بسبب القصف الإسرائيلي للمعبر ولم تغلقه مصر. وبالتالي في رأيي أن مصر لها دور محوري في المنطقة وتستطيع أن تلعب دور مهم في ترتيب الأوضاع في المرحلة المقبلة بعيدا عن ما تريد أن تفتح الحكومة الإسرائيلية الفاشية المتطرفة. بالتأكيد هي الحكومة الإسرائيلية صرحت بشكل واضح عن تهجير المواطنين الفلسطينيين في غزة إلى خارج قطاع غزة، كما اعتبرت مصر تهديدا للأمن القومي المصري، وما زالت تلعب دور مهم جدا في عدم تمدد العدوان الإسرائيلي إلى جنوب غزة، وبالتالي وتنفيذ عمليات برية في جنوب غزة، وبالتالي تهدد بالفعل الأمن القومي المصري، وكذلك تمضي دولة الاحتلال في مخططاتها. في اعتقادي الجهود المصرية وما تبذله واستقبال عدد من رؤساء الوزراء بلجيكا وإسبانيا وعدد من الدول الأوروبية والاتصالات المستمرة لوزارة الخارجية المصرية وكذلك من رئيس عبد الفتاح شخصيا تؤكد أن مصر ما زالت تلعب دورها، وفي اعتقادي أن الفلسطينيين يتطلعون إلى دور مصري فاعل يستطيع أن ينجم دولة الاحتلال عما تخطط له من المضي في التهجير القسري لشعبنا الفلسطيني وكذلك تدمير قطاع غزة وتدمير البنية التحتية واستمرار المجازر والسكر. وهذا ما اتضح دكتور تحسين في الرفض القاطع من مصر ومن قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهجير الفلسطينيين حفاظا على الأمن القومي المصري، وكذلك أيضا حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية. أشكرك جزيل الشكر دكتور تحسين الأسطل عضو المجلس الوطني الفلسطيني متحدثا إلينا من قطاع غزة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.